بسم الله، النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو كيفية كتابة البريد الإلكتروني. ليه مهم؟ لأن أنت ممكن تبعت لشركات كتير جدا وما يحصلش نصيب، مش لأن معلوماتك التكنيكال أو السيرة الذاتية بتاعتك كخبرة سابقة فيها مشكلة، لأ ده المشكلة كلها في طريقة كتابة الإيميل أو طريقة كتابة السي في أو عنوان الرسالة اللي أنت بعتها. وفي ناس كتير جدا أعرف بعضهم اترفدوا من الشغل للأسف بسبب ايميل، كتب ايميل غلط وعمل غلطه فالشركه سامح عنه، تمام؟ وبتحصل كتير وهنتكلم عن حاجات زي كده، ماشي؟ وقليل اول لما حد بيترفض بسبب تكنيكال، يعني التكنيكال خلاص انت بتشغل اول كام شهر بتلوز الحاجات التكنيكال وخلاص ما فيهاش مشكله، غالبا بيبقى فيها مشكله كيمياء بشكبه مع بعض، في مشكله في حاجات زي كتابه ايميل، حاجات زي كده، فلازم الواحد يكون حريص جدا في موضوع كتابه الايميل. وانا غلطت غلطات كتير قبل كده، مش واخد دكتوراه في كتابه الايميل، بس انا بقول لك على الحاجات اللي الواحد غلط فيها قبل كده او الواحد سمعها من زمايله او من المديرين بتوعه، بحيث ان الواحد ما يغلطش الغلطات دي، تمام؟ طيب عشان تكتب ايميل خلي بالك ان في بعض العناصر الاساسيه لازم تكون موجوده، تمام؟ خلي بالك منها، لان لو نسيت حاجه اكتبها، تمام؟ اول حاجه عنوان الرساله، تمام؟ في بعض الشركات تقول لك ابعت السي في بتاعك على كذا الايميل اهوت، وخلي عنوان الرساله كذا. عنوان الرساله ده مهم جدا، لو ما كتبتوش يهمل الايميل، يقول لك ده اذا كان مش ملتزم بحاجه مطالبه منه في طلب التوظيف، فمعنى كده ان الراجل ده هيضرني، فما بيبصش على الايميلات غير اللي مكتوب فيها كذا. يعني يقول لك مثلا ايه، لو انت مهندس معماري اكتب اي ار في عنوان الرسالة، اي ار زائد كلمة سي في، فلو انت ما كتبتهاش خلاص هو مش هيبص اصلا على الرسالة. فعنوان الرسالة لازم تكون تفكر فيها، تكتب حاجة واضحة، ما تسيبوش فاضي، ما تبعتش ايميل من غير عنوان رسالة، اكتب عنوان رسالة يدل على المحتوى. قول للي انت بعت الايميل انت بعت الايميل ده ليه، لو انت عايز منه حاجة قول له باختصار عنوان الرسالة. لو هي حاجة مهمة اكتب ايجنت، لو كتبت ايجنت كتير هيهمل بعد كده الرساله بتاعتك، ما تستخدمهاش غير في الضروره، تمام؟ طيب الحاجات الثانيه لازم تهتم بيها التحيه، في تحيه الرساله موضوع الرساله، السبب ان انت كاتب للرساله، الختام، وبتوضح فيها انت عايز منه ايه، يعني مثلا فور انفورميشن، كول فور تو اكشن، وفي الاخر بتعمل له تحيه ختاميه، تمام؟ فلازم العنوان اهم حاجه بالنسبه لنا، اختاره بعنايه وما تسيبوش فاضي، وممكن العنوان يبقى اي كلام فما افتحوش اصلا، تمام؟ وخلي حاجه مميزه، يعني ما تكتبش مثلا ماي سي في، بيرسونال نيم سي في، لا خلي حاجه، خلي مثلا ايه العنوان، مثلا هلو مستر فلان اي ام انترستد تو جوين يور تيم، حاجه كويسه جدا. او ممكن تحدد الوظيفه بتاعتك مثلا بزنس ديفلوبر فور نتورك، وتكتب اسمك وكلمه سي في مثلا او ريسيو، تمام؟ طيب من ضمن الحاجات المهمه ان انت ما تستخدمش جوجل في الرساله الا لو انت مستواك حلو في الانجليزي، يعني ممكن تكتب مثلا كلمه بالعربي وتشوفها بالانجليزي، لان ممكن يكون ترجمه غلط وانت مش واخد بالك. وفي واحد اعرفه اترفد من الشغل بسبب ان هو دخل في موضوع الترجمه، كتب بالعربي وحطها واسم المدير، يعني بلاش يقول الاسم، خلينا مثلا نقول ان اسم المدير مثلا كان مثلا نقول ايه مثلا حسن النمر، فهو راح مترجمه حسن تايجر، تمام؟ فاترفض من الشركه بسبب ان هو ترجم اسم المدير في جوجل ترانزليت، فعملت معاه مشكله واترفض، تمام؟ فلو انت مستواك حلو في الانجليزي وهتقدر تراجع وتتاكد من الكلام، ممكن تستخدم اي خدمات من الترجمه زي جوجل وكده. انما لو في مشاكل لا، ابعد عنها واتفق مع حد من صحابك اللي كويس في الانجليزي يراجع لك عليها او يبص عليها، او انت امسك كده واحده واحده، لان موضوع ان انت بعت رساله بالانجليزي فيها غلطات خلي بالك منها، تمام؟ طيب نخش بقى على التحيه، خلي بالك من موضوع التحيه دوت. ولو انت بتكتب رسائل مش للشغل، رسائل خاصه بينك وبين اصحابك، كل كلمه بقوله ده ملوش لازمه، اكتب براحتك، تمام؟ بس لو انت بتتكلم مع في الشغل لازم تخلي بالك من بعض الحاجات. في التحيه استخدم عبارات زي مثلا ايه دير مستر، دي معناها عزيزي فلان، وتكتب اسم العيله مش اسم الاول، دير مستر اكس، لو مثلا
محمد مصطفى دير مستر مصطفى، تمام. وبعد كده مثلا لو انت بتكلم مدام دير مارس ام ار اس، انا عايز السيده مدام واسم العيله، تمام. وممكن تكتب دير سير وما تحطش الاسم، تمام، او دير مدام وما تحطش الاسم، او دير مس ام اس وتكتب الاسم الاول لو انت مش متاكد هي انسه ولا متزوجه وعايز تخلص، دير ام اس وبعد كده الاسم الاول، تمام. او ممكن تقول تو هوم ات مي كونسيرن، لمن يهم الامر، لو انت مش عارف مين اللي هيفتح الرساله. وممكن تدخل على لينكد ان تشوف مين اللي في الشركه دي مسؤول عن الموضوع دوت لو انت عايز. لو انت بتبعت لكذا حد دير اول، تمام. او ممكن تروح كاتب عزيزي مدير التوظيف دير هيرنج مانجر، تمام. لو انت بترد على بريد الكتروني ممكن تضيف كده ملاحظه كده في الاخر كده ثانك يو فور جيتنج ان تاش، او ممكن في الاول، او ممكن تقول له ثانك يو فور يور برومبت ريبلاي، شكرا على ردكم السريع، او ثانك يو فور جيتنج باك تو مي، شكرا على ردك. دي حاجه بتبقى كويسه جدا، تمام. طيب بعد ما كتبت مثلا دير فلان ممكن تروح قايل له بقى حاجه كده تفتتح بالرساله، ثانك يو فور يور ايميل، يعني شكرا على رسالتك، او مثلا انت طالب منه حاجه لازم توضح له انت عايز ايه، ما تخلوش يقعد يقرا الرساله ويدور على حاجه، وحاول قدر الامكان تختصر ما تلغيش، تمام. يعني ممكن تبعت له رساله، كان في واحد اول مره يبعت رساله فبعت للمدير، المدير بقى اجنبي، فبعت له ثلاث اربع صفح، المدير رد عليه بكلمه واحده اوكي، تمام. فانت حاول تختصر كده لان ممكن كتر الكلام يخليه ما يقراش او ما ينتبهش، فانت ركز على الجمل المهمه. ممكن تقول مثلا I'm writing to request information about، انا طالب شويه معلومات، فهو كده عارف انت عايز ايه، بدل ما يقعد يلف ويفتكر يعني هو بعت لي الموضوع ده ليه، هو عايز مني معلومات ولا بيسال ولا بتاع. لان ما تنساش ان الكتابه ما بتنقلش المشاعر وما بتنقلش الحاجات، غير عكس لما بتكلم مثلا، فبتلاقي مثلا بتكلم بصوت عالي، بتكلم بصوت واطي، بصيغه استفهام، بصيغه كذا، فاهتم بالموضوع دوت. ممكن تقول له I am writing to request information, this is to inform you about، يبقى انا ببلغك بحاجه مش طالب منك معلومات. I am writing to complain about، انا بشتكي من حاجه، فبتوضح له انا كاتب لك الرساله ليه، تمام. فخلي الهدف بتاعك واضح في الاول، لان ممكن يكون مثلا هو في اجتماع فبيقرا او ماسك الموبايل، فمش واضح بالنسبه له انت عايز ايه لو انت كاتب كلام كتير وهو هيتوه منك، تمام. وبعد كده بتكتب بقى انت عايز منه ايه، وبعد كده في الاخر خالص لما بتخلص فكره ختاميه بقى، انت عايز منه رد، فبتقول له انا مستني منك رد، I look forward to hearing from you as soon as، او اي حاجه، او عايز رد، او I expect your reply، انا منتظر رد منكم، انا عايز اقابلك، I'm looking forward to meeting you. وخلي مش بصيغه امر مباشر، ما يعني قبل كده حصل مشاكل بسبب ان واحد بعت امر طلب مباشر من حد وهو الحد ده مش معاه في نفس الليفل الوظيفي، خلي بالك موضوع الليفل الوظيفي دوت، لان ممكن انا ما ينفعش ابعت مثلا لواحد مدير شركه تانية او صاحب شركه تانية مباشره، لا، المدير بتاعي ممكن يكلم المدير بتاعه او يكلم المدير اللي هناك او صاحب الشركه اللي انا فيها يكلم صاحب الشركه اللي هناك، ما ينفعش يعني في حاجه اسمها سلم وظيفي في الشركات، ما ينفعش ان انا اتعداها جامد، او ما ينفعش ان انا ابعت لكل الناس او لاي حد، لا، لازم في ترتيب، فلازم ابقى عارف انا ابعت لمين، يعني ممكن تحصل مشكله بسبب ان انا بعت لحد ما ينفعش ان انا ابعت له، تخطيت السلم الوظيفي، فدي خلي بالك من الموضوع دوت، تمام. قدر الامكان ما تستخدمش كلمه انا كتير في الايميل، لان دي بتبقى شكلها بايخ، تمام. لو انت تبعت ايميل في الشغل ما تقعدش تستخدم اختصار كتير، يعني بدل ما تكتب يو تكتب حرف اليو خلاص، ثانكس تروح كاتب تي اتش اكس، الاختصارات ديت تمام مش مستحبه، فما دام ايميلات رسمي حاول تكتبها كامله من غير اختصارات، وما تستخدمش رمز رموز اللي هي مبتسم وزعلان، الحاجات دي على فيسبوك مش في الرسائل الرسميه. لو انت بعت ايميلات حاول ان انت تخليها منظمه ولها اسماء واضحه ولها معنى. لو انت بعت صور، ممكن في الشغل مثلا طالبين منك صور للموقع، فبتضغط في ملف واحد باسم معين واختار اسامي الصور، توضح بحيث ما اشوفش صوره او بعت الصوره دي ليه، تمام. لا، اوضح الصوره دي بتاعت المشكله كذا، العمود كذا، تمام.
ولو انت باعت بعض الحاجات في المرفقات حاول ممكن تكتبها في العنوان مثلا، او تكتب ان في هنا مثلا كفر، يعني المفروض انت تبعت الكفر ليتر ده بيبقى في قلب الرسالة ده، يعني لما تبعت لحد الحاجة بتبعتها في قلب الرسالة. لو انت عايز تبعتها في ملف مستقل اكتب ان انا مثلا مرفق كذا 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 كذا. من الحاجات برضو الغلط ان الواحد ما ياخدش باله منها ان هو يكتب مثلا كل كلام بحرف كابيتال. الانجليزي متعود على حروف كابيتال كلها، معنى كده ان انا بزعق فيك كان انا بتكلم بصوت عالي، فممكن يبعت لك يتخانق معاك، انت ليه بتتخانق معايا؟ تمام. حاول قدر الامكان تتاكد من الجرامر، ممكن تسطب بعض البرامج اللي بتتاكد لك من الجرامر. انا مستخدم برنامج اسمه جرامرلي، جرامرلي ده كويس جدا في ان هو بيتاكد من الموضوع دوت. ما استخدمش علامات التعجب كتير، احنا متعودين كعرب بنكتب علامات تعجب كتير، فدي بتبقى مش كويسه. لو انت بترد على ايميل حاول ان انت ترد بنفس العنوان بحيث ان هو يبقى فاهم ان انا كذا، وحاول تعمل نفسك توقيع واضح في اسمك وفي رقم تليفونك واسم الشركه والايميل، تمام، بحيث ان هو لو عايز يتواصل معاك مثلا تسيب التليفون او عايز يعرف انت مين اللي بعت الرساله فتبعتها. وخلي بالك في حاجه انا بعملها كده، لما حد بيبعت لي صيغه حلوه وتعجبني بروح واخدها كوبي بيست واحتفظ بيها بحيث ان انا ممكن بعد كده استخدمها. يعني في بعض الجمل مثلا واحد بيبعت لي ايميل في الايميل في اخره لا تتردد في الاتصال بي لو في مشكله، بليز دونت استيت تو كونتاكت وذ مي اف يو هاف اني بروبلم. يعني عجبتني بعض الصيغ بروح ناسخها واحتفظ بيها عندي. برضه من ضمن الحاجات الغلطات ان انت تكتب التاريخ بالارقام 2/2/2012، لان في الاستعمال الامريكي شهر الاول، فده بيلخبط الناس. فالافضل ان انت تكتب مثلا 1 جينيوري او 2 جينيوري بحيث الناس تبقى واخده بالها من الموضوع ده. لو الايميل طويل حاول ان انت تعمل نقاط، تمام، عشان توصل فكره، تمام، نقطة واحد اتنين تلاتة بدل ما يبقى رغي كده والواحد يسوق. وحاول لو انت في مرفقات تكتب في اول الايميل مش في اخره، تمام، وحاول قدر الامكان الايميل يبقى مختصر. وخلي بالك في حاجة ان الايميل بتكتبها بتلاقي تلات حاجات، تو وسي سي وبي سي سي. تو يبقى ده الشخص اللي انت هتبعت له وده اللي انت طالب منه ان هو يعمل لك الحاجة الفلانية، تمام. سي سي يعني نسخة طبق الأصل، يعني ده أنا مش طالب منك كذا، يعني ممكن أكون مثلا باعت للشخص فلاني بقول له أنا عايز منك المعلومات، تمام، وأحط في السي سي المدير بتاعي أو المدير بتاعه أو شخص تاني يعرف إن أنا بعتت لفلان يطلب كذا، تمام، عشان يبقى عارف إن إحنا شغالين في إيه أو بنعمل إيه أو يبقى عنده دراية باللي بيحصل، تمام. الآخر حاجة بقى البي سي سي دي بلايند كاربون كوبي، يعني نسخة محدش هيشوفها، ما حدش يعرف مين ان الشخص ده وصلت له ايميل. يعني مثلا دي لو انت عايز ذنب زميلك مثلا ممكن تروح بعت لفلان في تو وتحط المدير في البي سي سي بحيث ان صاحبك ما يعرفش ان انت بعت نسخه المدير، تمام. يعني قدر الامكان ما تحطش حد في البي سي سي بحيث ان الموضوع يعني واضح، تمام. قبل ما تبعت الايميل راجعه مره واثنين وثلاثه، وممكن تسيب نسخه درافت شويه كده وتروح تشرب نسكافيه وترجع بحيث تراجع تاني بعين تانيه، ممكن تخلي حد تاني يشوفه لك. واحده واحده هتلاقي نفسك بتبدا تظبط الايميلات وتبعت حاجه احترافيه ان شاء الله. ركز وانت تبعت الايميل، سم الله، توكل على الله وابعت.